ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الأستاذ هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة. بداية أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك أستاذ مجاهد. أهلا بحضرتك أستاذ هشام. دعنا نبدأ بالعنوان الأبرز، ودعنا نتحدث سويا عن أهمية هذا الحوار الوطني في هذا التوقيت. طيب، هو طبعا الحوار الوطني في هذا التوقيت يعني شديد الأهمية وشديد الاستراتيجية. احنا بنبني جمهوريه جديده، والجمهوريه الجديده ليها ملامح وبتتضح مع الوقت شيئا فشيئا. هو دلوقتي احنا بالنسبه لنا خدنا فتره في بدايه الجمهوريه الجديده بناء جمهوريه مستقره امنه لها جيش وطني قوي قادر، فرض السيطره على ربوع الوطن، واحدث هيبه للدوله المصريه على ربوع الاقليم. ثم بعد كده بدأنا في بنية تحتية قوية جدا تمهد بشكل يليق من في الجمهورية المصرية الجديدة. شفنا تحديات كبيرة جدا تم القضاء عليها بشكل كانت تمثل أرق للدولة المصرية زي العشوائيات. شفنا حياة كريمة وأثارها على الشعب المصري كله، حركة 60 مليون. شفنا تحركات على كل الأصعدة وكل الميادين لبناء دولة حقيقية قادرة في المرحلة المقبلة تليق بالشعب المصري. تتويج لهذا الكلام كنا محتاجين بقى لطريقة لإدارة الحوار بيننا وبين بعض كشعب مصري يمثل رقي حضاري لشكل دولة أطراف المجتمع فيها بيتبادلوا مع بعض الآراء والأفكار عبر آلية حضارية ديمقراطية حقيقية. وعشان يتم الكلام ده كنا طبعا احنا عقب احداث كبيره حصلت في 2011 و2013، كان احنا بالنسبه لنا في حاجه الى تنظيم شكل الحياه السياسيه وتنظيم العلاقه ما بين الدوله وبين المواطن في بناء دوله ديمقراطيه حديثه مدنيه تعبر عن الشعب المصري. فكان التصور بدا من بدايه الحوار على الحقيقه بادئ منذ ان اطلق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبعد كده السيد الرئيس ألغى العمل بحالة الطوارئ في مصر، وبعد كده التفت لملف العفو الرئاسي بشكل كبير، وقبل ذلك دعم الحياة السياسية بشكل كبير جدا من خلال الشباب، من خلال تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والبرنامج الرئاسي لإعداد نموذج. ان هو ده كان زي نموذج كده بيقول واحنا كيف سنمارس الحوار فيما بيننا في المستقبل. وهذه نقطة رئيسية ايضا نريد ان نتحدث عنها استاذ هشام، يعني بمجرد الاعلان عن الحوار الوطني ربما جاء في اذهان البعض ان الامر سيكون متعلقا بالسياسة فقط، لكن الموضوع تطرق ايضا الى انه اصبح ثلاثة محاور منقسمة: سياسية، اقتصادية، مجتمعية، وهناك اهمية ايضا للمحورين الاخرين. طبعا ده هو احنا بالنسبه لنا كما اعلن السيد الرئيس ده حوار على مستوى الوطن بكل ما يشغل المواطن والراي العام المصري، ولكن كان هو المدخل في الجزء السياسي لان هم دول اللي بيتكلموا في الشان العام كتير. بس هو على الحقيقه انعكاس الملف ده هو انعكاس اجتماعي بالاساس. هو احنا في الاصل اللي بيهم المواطن هو الاستقرار، العدل، التنميه والرفاهيه بالنسبه له، وعايز يعيش في اسرته، في حياته، يشوف نفسه عايش في عيشه تكون مرتاحه وسعيده وشاعر بالعدل ان تكون كريمه، ان تكون الحياه كريمه. زي الشعار اللي رفعه السيد الرئيس هو ده التوجه الاساسي للدوله. اذا احنا بنقول ده الناتج النهائي من كل اللي بيحصل ده، ان احنا عايزين نوصل للحياه الكريمه للمواطن، سواء كان في الجزء السياسي او اتخاذ قرارات اقتصاديه تلبي هذه الاحتياجات. عشان كده ده حوار شامل جدا، ولكن هو احنا اخترنا آلية ان احنا هنسمع بعض ازاي. احنا لازم نسمع بعض عبر آلية منظمة، فكان الحوار الوطني منظم دولابه بقى. احنا هنتكلم في ايه عشان المواضيع ما تتشعبش وما يبقاش ما بنسمعش بعضنا بعض، فقسمناها ابواب. التحضيرات استغرقت عام تقريبا حتى نعلن اليوم ان اليوم سيكون الجلسه الافتتاحيه للحوار الوطني. اذا التحضيرات ايضا كان من ضمنها كيفيه التوافق على الاستماع للاراء المختلفه فيما يتعلق بكافه القوى السياسيه المشاركه في هذا الحوار، وهذا الحوار مشارك فيه كل القوى السياسيه الموجوده في مصر. طبعا، لان هو عمليه تنظيم الحوار دي انت بتنظمي الحياه في مصر، الناس هتكلم بعض ازاي. احنا لازم كنا نتوافق
هي ايه القضايا اللي احنا عايزين نتكلم فيها كلنا اول حاجه. عشان كده احنا عملنا مثلا المحور السياسي فيه 5 نقاط، المحور الاقتصادي فيه 8 نقاط اساسيه، المحور الاجتماعي فيه 6 نقاط اساسيه، وفي كل نقطه فيه قضايا. طلع لنا 123 نقطه هي دي قضايا الوطن الكليه. نظمنا حدود الملعب، هنبدا بقى كقوه سياسيه وكقوه اجتماعيه توضيح الاراء في هذه القضايا. احنا كل اللي كان موجودين مع نقص المعلومات ومع طريقه الحوار عندنا معلومات منقوصه، فالناس لما بتقعد مع بعض ممكن هي بالنسبه لها يحصل بلوره للاراء اكتر. لما بتقعد مع الدوله اللي هي لديها المعلومات، وهي الدوله عندها على الحقيقه اجهزه سياديه كبيره جدا قويه جدا في رسم الاستراتيجيات والسياسيات، ولديها القدره على التنفيذ وعندها معرفه بالمشاكل وعندها اليات في الحلول. تواصلها مع القوى السياسيه والقوى الاجتماعيه يجعل في حوار بقى على ان احنا نخرج بمخرجات مفيده جدا. احنا بالنسبه لنا لما نعرف ايه اللي عند الدوله ونبدا نبني مقترحات مبنيه على ارضيه سليمه، الكلام ده بالنسبه للراي العام هيفهم بقى هو احنا ايه اللي معانا. نعم إيه؟ استاذ هشام، ونحن نتحدث عن الراي العام نتحدث ايضا عن ان هذا الحوار الوطني يعول عليه كثيرا او تعول عليه كثيرا القياده السياسيه وايضا الراي العام والشارع المصري. من المؤكد ان الامور الاقتصاديه تهم العالم كله، دعنا نتحدث عن الامور الاقتصاديه فيما يتعلق بمصر، وبما اننا تطرقنا لهذه النقطه دعنا ايضا نتحدث عن الـ8 لجان المتعلقه بالمحور الاقتصادي، تضخم وغلاء اسعار، الدين العام وعجز الموازنه والاصلاح المالي، اولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، الصناعة، الزراعة والأمن الغذائي، العدالة الاجتماعية والسياحة. ما المنتظر أن تخرج به هذه اللجان وهذا الحوار الوطني للشارع المصري حتى يكون هناك بالفعل شيء تم إحرازه؟ طبعا الملف الاقتصادي ده هو زي ما بيقولوا العصب بتاع كل القضية اللي احنا بنتكلم فيها، وحصرنا في الـ8 نقاط ده مهم جدا لان دي مسارات للحوار. يعني الناس بيشغلها التضخم وغلاء الاسعار، بس هو التضخم وغلاء الاسعار هو ناتج من ازمه سعر الصرف العمله. سعر الصرف العمله هو ناتج من الازمه الروسيه الاوكرانيه التي ادت الى خروج 25 مليار دفعه واحده من الاقتصاد المصري، اللي هي كانت كفيله في اي دوله من الدول ان هي تسقط الاقتصاد والدوله، ولكن الدوله المصريه بتتعامل مع ازمه عالميه انعكست عليها بشكل كبير جدا من بعد كورونا والازمه الاوكرانيه، بنوع من انواع دلوقتي محاوله ايجاد الحلول بشتى الوسائل، رغم ان هي ده مش سوء في التخطيط، ده حاجه حصلت. الناس مشيت مره واحده نتيجه 25 مليار، ده مش مبلغ صغير بالنسبه لدوله فمصر. فهنا هنبدا نقول طب احنا بالنسبه لنا حصل التضخم ليه؟ سعر الصرف زاد ليه؟ طب احنا بالنسبه لنا القضيه دي وانعكاسها، طب احنا بالنسبه لنا دلوقتي عايزين نشوف ان احنا عشان ما يتكررش الكلام ده كله لازم نعمل صناعه وطنيه ونعمل في الاقتصاد ما يسمى باحلال الواردات، يعني ان الدوله المصريه تصنع كل احتياجاتها اللي هي محتاجاه وما تستوردش بس الا اللي هي مش عارفه تصنعه عندها او ان هي ما بتصنعوش عندها، فبنقلل من عمليه الاستيراد. واحنا محتاجين عمله صعبه عشان سعر الصرف، يبقى احنا لازم نزود التصدير. وهكذا احنا بقى بالنسبه لنا في ملفات مهمه، احنا محتاجين نتوسع في الزراعه عشان نوفر القمح اللي هو بالعمله الصعبه، فالملفات متداخله. في كلام كتير بيدار، هو الصح ان الدوله تدخلت في جزء الاقتصاد وان هي ولا ده ما كانش صحيح؟ فانا بنقول لها لا، ان الدوله تدخلت في وقت من الاوقات ان كان لازم تتدخل، لان ساعتها ممكن يكون الناس مش قادره تصد على احتياجات ال 100 مليون، فكان لازم الدوله تخش تشيل في الوقت اللي الناس مش قادره تشيل فيه لان في احتياجات. طب هل الكلام ده كان في صالح المواطن ولا ما كانش في صالح المواطن؟ والسوق بقى ده في ناس تقول لك تدخل الدوله اثر، لا هو ما اثرش، هو تدخل الدوله دعم، بس هل هو محتاج يتنظم زي ما حصل في فك ملكيه الدوله؟ ولا لا؟ اتكلمنا في تمكين الصناعه وده كان مهم، كان في ملتقى الصناعي اللي حضره السيد الرئيس وكان حضره السويدي اللي هو رئيس الاتحادات الصناعيه، واتكلموا كلام جيد. هو الصناعه عشان نتحرك فيها بسرعه محتاجين نتحرك ومبادرات كتيره جدا وبسرعه كبيره، لان الصناعه بتحتاج وقت عقبال ما تؤتي ثمارها. السياحه احنا وصلنا، احنا بالنسبه لنا عشان نتكلم في السياحه، مصر جابت المدى الاقصى اللي هي كانت بنيتها التحتيه واللي هي كانت ماشيه فيه من العقود السابقه،
احنا محتاجين دلوقتي نصل، بدل ما احنا بنتكلم في ال 15 مليار احنا عايزين نوصل لل 30 مليار. طب ال 30 مليار بقى دول هنجيبهم ازاي؟ لازم تنويع مصادر اخرى للسياحه، استغلال لالتقاط مصر المختلفه. احنا بالنسبه لنا السياحه مش هتبقى مقتصره بس على زياره المعابد او الزيارات الثقافيه، مصر عندها شواطئ، مصر عندها ممكن حاجات كتيره جدا اللي السائح لما يجي يجد فرصه كبيره. ومحتاجين تغيير ثقافه شعب عشان نعرف نستوعب الجزء السياحي ده، كان مهم جدا البنيه التحتيه عشان السائح يجي يعرف يشتغل. برضه لما نيجي احنا بالنسبه لنا عايزين نتكلم على، لكن استاذ هشام، وعذرا على المقاطعه، ونحن نتحدث عن الامال المتعلقه بكل هذه المجالات، هل ايضا من المتوقع ان يخرج هذا الحوار الوطني باليه تنفيذ ما هو مرجو؟ طبعا هو اهم حاجه من الحوار ان احنا بالنسبه لنا كلنا نبقى، يعني شوف حضرتك احنا دلوقتي واحنا وانا بتحاور مع حضرتك او بتساليني نقاط محدده، بتساليني بنقاط محددة، المفروض يكون عندي إجابات محددة، فمش حوار يعني فوضوي أو عبثي، لا ده حوار منظم جدا، لأن في نقاط إحنا لما الشعب بقى كلنا هنتكلم هنطلع بمخرجات متوافق عليها، هتكون هي بقى دي البوصلة للدولة المصرية كلها اللي هننطلق فيها، هيبقى في ثوابت. يعني إحنا لازم إحنا عشان نفهم إن إحنا بالنسبة لنا موضوع السياحة ده حياة أو موت، المواطن لازم يكون فاهم إن هو معاملة السائح، وان احنا بالنسبه لنا تجهيز البنيه التحتيه ده بيمسه مباشره، مش بيمس الدوله بس، انت بالنسبه لك انت جزء مهم ان انت تساعد في كده. لازم اللي موجود في الحكومه والبيروقراطيه يفهم ان موضوع الصناعه ده حياه او موت، فما يجيلكش واحد عايز يفتح مصنع طب انت جاي معطله، فهنا هنقول بقى للحكومه خلي بالك ان انت بالنسبه لك دي موضوع بالنسبه لنا في غايه الاهميه، لان احنا كلنا في مركب واحد، المصنع ده لازم يتفتح ما تعطلوش، لانه احنا محتاجين نشتغل، فكلنا هيبقى عندنا بوصله، كلنا عندنا رؤيه للاتجاهات اللي ما ينفعش ما نروحهاش في الملف. استاذ هشام، دعنا ايضا نتحدث عن نقطه عن اهميه هذا الحوار الوطني، فانه نوع من انواع الربط الوثيق بين النخبه وغير النخبه مع الشارع المصري، يعني استماع لكافة الآراء. ربما البعض يعني في بعض المؤتمرات يقول إن هذه النخبة التي تتحدث لكنها ليست الشارع أو ليس المواطن العادي، لكن هذا الحوار يساعد في أن يكون همزة وصل بشكل أكبر. طبعا، لأن هو أهمية النخب السياسية وأهمية البرلمانيين إيه في كل أنحاء العالم، إن أنت لن تستطيعي إنك أنت تتخضي مثلا المية وشوية مليون مرة واحدة، لأن كل واحد ما عندوش المعلومات الكافية وما عندوش الوقت، فلازم هو بالنسبة له بيدور على ممثلين. فايدة النخب ان هي بالنسبة لها ايه؟ بتفرز كتل، يعني في مجموعة من البشر بتتحدث بطريقة فلانية او لها اهتمامات معينة او كذا، هناك من يمثلها وهناك هو من يستطيع ان يعرض وجهة نظرها. فميزة النخب ان هي حلقة الوصل ما بين الرأي العام في الشارع وما بين الدولة وما بين البرلمان وما بين الأجهزة السيادية. فوجود نخب حقيقيه قادره على تمثيل الراي العام وقادره على التفاوض باسمه وقادره ايضا على تعليمه وتفهيمه، يعني هو لما هيفهم ويمسك الملفات دي هينزل مع الناس في دايرته وهينزل مع الناس في حزبه مع جماهيره اللي بتسمعه، فيقول لك اصل المشكله الفلانيه مش زي ما انت فاهم، المشكله الفلانيه في الحته الفلانيه. ده مش تقصير الحكومه، يعني الجزء بتاع الصرف ده هي الحكومه هتعمل ايه؟ 25 مليار مشوا مره واحده، انت لو مكانه تعمل ايه؟ فهو محتاج حد يفهمه بلغته، محتاج حد يفهمه النظريات الاقتصاديه المعقده، السياسات، الاستراتيجيات بطريقه مبسطه، وفي نفس الوقت هو بينقل لمتخذ القرار. يعني انا مثلا لما اجي اتكلم جاي لي مثلا حد فتح مصنع وبعدين هم حد عطل له ورقه ودمر له حياته وحلمه، فالمفروض انا اتحرك له، اروح انا اقول لا الحته الفلانيه دي ازاي ده يا متخذ القرار في الحته الفلانيه، وارفع للقياده السياسيه وارفع للجهات المعنيه ان في مشكله هنا، تعطيل الناس بهذا الشكل غير جيد. اذا النخبه السياسيه او النخبه عموما مهمه جدا، لان هي حلقه الوصل ما بين الشارع وما بين الدوله وبين الاجهزه وبين البرلمان. وفينا ابينا مهما كان نوعيه نخبتنا لازم نعلمهم ولازم ندربهم، ولازم عشان يستطيعوا بادوارهم نديهم اتاحه، وقبل الاتاحه لازم نديهم تاهيل عشان يحصل بالنسبه لهم يمكن من اداء دوره. والنخبه لازم تفهم انها تكون نخبه وطنيه تعلي من المصلحه العامه على الحقيقه ان هي بالنسبه لها تراعي مصالح العليا للدوله المصريه، مش مصالح شخصيه او مش للظهور او لغير ذلك،
لا احنا محتاجين تكون النخبه مسؤوله على الحقيقه والدوله تساعدها وتصبر عليها لحد ما تكون لديها القدره، والحوار هو مدرسه على الحقيقه، والهدف في النهايه هو مصلحه المواطن يعني بكافه الاشكال وبكافه المقاييس. استاذ هشام عبد العزيز رئيس حزب الاصلاح والنهضه، جزيل الشكر لحضرتك.